أخونا له قضية مطولة ملخصها أنه ارتكب عددا من المعاصي والآن تاب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجو من فضيلتكم التوبة جزاكم الله خير. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على طاعته. الواجب عليك الاستمرار على التوبة والابتعاد عن فعل المحرمات والمعاصي، وأيضا عليك بالإكثار من النوافل، عليك بالإكثار من النوافل والاستغفار. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا في الفرائض وكذلك في النوافل، في عموم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ونسأل الله لنا ولك الاستمرار على التوبة، الثبات على الطاعة والبعد عن المعصية.